السلام عليكم. خاطر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي معنا سبارك الرواسي لندرك نشوفه في الماء وقاعد يسيح. هاو نفرق فيها من الماء يسخون الطوموبيل، خلاص نحيد لها فلتر غير، نحيد لها هي الوحده تاع ليشابمون، الكاش هذاك تاع الكوليكتور نديمونتي فيها ونستنى فيها تبرد. هذه واش فيها؟ مشكله بدك ندخلوها الكراج ان شاء الله ونحيوا لها الموتور هذي. المشكل اللي فيها راني خايف منه، وانا اللي جا المشكل اللي فيها، المشكل اللي فيها فيها في البريكين قربع دوك كوسيني طايح ثاني، كاين كوسيني دركا طايح، كي نوضها سيرتو موراها الصباح كي نوضها تعمل هذا قربيع بزاف يخبط ديريكت في البريكان تاعها. عندنا كوسيني طايح دركا، طايح في الليبيال ولا طايح في البالي يعلم ربي. دركا واش راح نديرو؟ حنا نحلو ولا حاكم قلبي من في البريكان تاعها، الطونك قاعد يضرب ينجم طاح، مابقاش يعدي في البريكان طاح بزاف، كون يطيح حتى 75 باغ اكزومبل يعدي 75 ما نعقبوش، حنا يطيش في البريكان فوق 50 يطيش. هذه اللي قاعدين بيزيدي انا منها شويه، قاعد نخمم فيها دركا واش هو كوم ولا قال لك جامي تحل الموتور. نورمالمون في البريكان اس تي دي، ما يهمنيش انا فيها اس تي دي ولا مش اس تي دي، دركا نخمم على الكود اللي راح يعدي فيه. كون يعدي لنا 50 رانا نجحنا، ما عدا 50 درك يقعد الطوموبيل محلوله ويقعد هو يحوس على في البريكان. هاي الكود لاباس عليها، شنو هو على الصباح يقربع في البريكان يقربع بزاف. او حتى هكا كي نكسيليريو شويه نسمعو، هي نورمالمون نكسيليريو شويه بزايد باش نسمعو، باش نسمع في البريكان يطبطب. هادلوها باسكو قدرة تقعد، هاديك نحصر فيها تقدر نسمعكم في البريكان تاعها قبل نرقدو. خلينا مرة دقيقة تاع الدواء هذيا وحدا اسمع. يقربع يقربع في بركة تحت، يقربع لتحت، راح نحيو لها الموتور ان شاء الله ومن بعد نشوفو في البركة بربي ان شاء الله. نطلبو ربي يعدي بركة 50 بها ركبرها ليكوسيني 50 وتخرج بإذن الله. هذا هو دوك نحلوها، نزيد نعملكم فيديو عليها بإذن الله. ناحية الموتور تاعها حبيت نسيب نعطيكم معلومة قبيلة، ولا حبيت نحيه كامل ما نحلوهش، باسكو الطوموبيل ما تنقص زيت ما دير حتى مشكل، ما فيهاش مشكل لابراف اللي ما تنقص زيت. درك كي حليت لي سوباب زيدو شوفوهم معنا، دوك نشعلكم الفلاش. شوفو لي سوباب تاعو بيضرب ببركة دو تالي شابمون، سكي فيدير لي طوموبيل راهي ما تنقص الزيت خلاص. على هذه نيفيتيو باه نحلو الموتور كامل، طونك ما ينقص الزيت ما يدير والو، نحيو في البركة من تحت نعاودوه ونعاودو نقفلوه بإذن الله. درك أنا نكمل نحيلو الكارتير، نحي لاشين مازلت ما نحيلهاش، ونحاول نجبدو في البركة باسكو الموتور نحيوه وبليجي نحيوه كامل، باسكو ما نجموش نحيوه في البركة. كاين ناس ياسر يعيطوا لي سقسيوني من هنا، ما تنجمش نحي في البركة طونك راكب هو في الطوموبيل راكب في لابواط، امبوسيبل باسكو يجي لهنا فولون موتور ويجي الميكانيزم تاع لومبرياج ديسكو والبلاطو يجي داخل في اللاكس تاع لابواط اللي تشوفوا فيه هو وين، امبوسيبل نهبطو في البركة كي تعود الموتور راكب. دوك نحيوه بإذن الله ومن طن عاود الجوانس بي هذا ويوضر شويه الزيت راكم تشوفوا فيه، عاود فيزوز كي هذا اللي منك كي لوفر تاع لاشان وحتى تاع البراكاموسي، ها تاع البراكاموسي طيش الزيت، نعاودوهم كل حتى في ثلاثة، ها وحتى هذا وسي طيش الزيت لي جوانس بي في ثلاثة تاع في البراكام في زوز اون بليس تاع البراكام يتعاودوا كل هذوما، بنقفلوا خطرة واحدة بإذن الله.
كيحلف ناحيه لابويه الراب راكم هو هذا قلت لكم يطيش هاو يطيش هاو هذا كيف كيف يطيش دونك لي جوان سبي كل تتعاود نقلبوه نحيو له الكارتير تاعو ونجبدو في البركان هاو بعد ما نحيت في البركان شوفو لي كاسوني كيف طايحين هذا الدوزيام الثروزيام طايح بزاف شويه الثروزيام وهذا لو كاتريام كيف كيف طايح دونك هنا لي كوسيني راهم استيدي نشوف فيهم هنا ام استيدي لي كوسيني راهم استيدي دونك بربي ان شاء الله نجحنا دونك بقى لنا او كيف نعرفو طايح وسي في البركه باسكو ديما في النص يقعد مليح لا ليني تاع النص تقعد مليحة حتى لي كوسيني فارغين هاي تقعد مليحة من هنا طايح او متراسي منه متراسي فيه من كل متراسي فيه من كل بوكو بليس هذه طايحة ما نحكيوش على لي بيال بلي بيال ما يبانوش تاع لي باليها ما يبانو باسكو عندهم لاريير هادي تاع الكريسير خليه يبان لك في البركان اسك طايح ولا مش طايح هذا بقى يروح للترنور ومن بعد غسله كامله بيان يتواجد مليح بربي ان شاء الله نقول لكم واش من كود عدى باذن الله حتى يروح للترنور الصح واخوتي في سبارك في البركه تاعها عدى 0.25 راكم تشوفوا فيه نجح قد قد يعني في 0.25 قد قد كون زاد بها ايامات ما كانش يعدي 0.25 يروح ل 50 مثلا هذا نتواجد جبنا لي كوسيني في الاسام 0.25 كما تشوفوا فيهم دوك ركبوهم كم كان عنده بومبا لويل مش بومبا لويل كان عنده الزيت سينيالي قلت له جيب لي بومبا لويل جديده هاي في الامبير صح زايده شويه سما بصح ركبوها متانيا في الامبير حاجه ملاحه وحره متاني جيت عليه قلت له مادام كان الزيت سينيالي في الرالونتي كي تنوضها سينيالي الزيت اوتوماتيكمون بدلوا لا بومبا لويل تقدر تكون هي ضعيفه هذه باه نخرج من المشاكل ولا باه نخرج من الشك تاعها خلاص درك باذن الله راح نركبوا لها لي كوسيني ونركبوا في البركه نقفلها يعني ومن بعد نهزوا الموتور نحطوه في الطوموبيل وبربي ان شاء الله كي نوضها زيت جديد فلتر جديد كنا نوضها بربي ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو باذن الله بون فضيتها خلاص سبارك روح نوض لي تشوف نحط لك الكوس نحي لكن هي فيتاس نحي اضرب صحي ما تنضش ومن بعد نحط لافيش تاع البوبينا تريبون ديالنا اضرب صحي يطلع الزيت حبس يا را حبس زيد هاو ليسونس مازال ما لحقش السير هاو قلت لك را هادوك تريبوندي را زيد 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 ما قلبتش برقة فينا بس مرفع صباح تقربي عليك طق 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 مش ولا حبسك طق 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 حتى كي تخلص تاتي البركان ديالك مش تاع طق 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 عيط عيط زي اخرى رحية كبيرة رحية كبيرة هاي هذا ما قربعتش طفي دوك انا صبولها على البلاصه ما تسخنش والله صديقه
تقدر تدور عام تشوفها. لا تقدر حطوا لي ليه بربي ان شاء الله ان شاء الله. بون خرجت لي حكايه تاع فيتا زيت. شوفوا وين لقيتها في البون تاع اللي نقيسوا به لابريسيون دويل هذه من الوحداني درت له شويه تيفلون بربي ان شاء الله داك يحكم باسكو سيحت لي زيت لقيتو شويه من الخبز زيت سيريت سان ريان دوني هو درت له شويه تيفلون بربي ان شاء الله داك يحبس. الله في يحبس ولا ما يحبسش يمشي ياليز. شبونا خرش أروح نعود تشوف الله يتحيرك. كان عين كبيرة كان عين اروح بس برك الحمد لله بس يلا راهو فا خليها تسكت سينيالي ما حتى شيء. نشوفوا كي نرقدوا ونوضوا وقتها يطفى حسن. ها شعل اقول لكم ما شعلش شكيت حتى بالك الخيط طار لي ما فقتش كي شعل الروطار يملحها. ربي يبارك وقبل تريبوندي يطفى بومبا جديدة وكلش جديد الحمد لله يا ربي. قبل تريبوندي يطفى الزيت قبل تريبوندي فاطمه تاع الزيت. قبل تريبوندي. رحمه ربي. الزيت برك. الزيت زاد خرج. الزيت زاد خرج. الزيت بقى دوره. طبعاً أنا هسكر الدواب. كده جبالي دي نخليها لها بس انت الزيت. الله الله اي قاعدة اي قاعدة مش مشكلة اي قاعدة اي قاعدة اصبح نلقاها برد هذاك ندور ونشوفوا. اي اوكي ومنطقة لك كان كفاني الحال دوكا يقلي لك اليدوا كملها هذا ماذا بيا دوكا لك كان كفاني الحال لازم تجيب لي جوا تاع الكاش تاع الكاش هذا اللي فوق باسكو جوا الكاش بركا باسكو مداير بالسيليكون على بالي كي نحي دوك نلقاها غدوة جيبو بركا بربي ان شاء الله دوكا يقلي لك اليدوا تروح خطره واحده. اي اوكي طفاها تبرد. اي خلاص هز الساشيه تاعك خطي منه هو الزيت لكن نشوف فيه هابط شويه من فوق الزيت. الواحد كي البولون كي درت له تيفرون سي بون حبس ما فيهش الزيت. الزيت شويه هابط من فوق. عندنا جوانت كاش هذا هاك نشوفوا فيه في اللونجل او يودر في الزيت هذا باسكو معقب معاها من الحكايات هذوما او جوانت كاش من فوق باسكو لي جوان سبي جدد كل لي جوان سبي كلها جديدة دونك غدوة ان شاء الله راح نرقلي فيها لي دوا ونبدل لها جوان كاش باسكو دي فوا يوضر من هنا جيست وين لابولي
ويهود كيما مع البومباول ويهود مع البلوك كيما هكايا. ربي ان شاء الله. المهم كي تريقلت بركة بقى لي غير لي دوا درك ولا الحس تاعهم باين كي سكت في البركة. هذا هو قناة جوانت كاش، ريقليو لي دوا والسلام عليكم.